أنا محمد فاروق، أستاذ علاج الأورام، كلية الطب جامعة اسكندرية. كلامي موجه لأصدقائي المرضى. إحنا في حاجة مهمة قوي قوي عايز أقولها قبل ما نبقى مرضى، عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا وما نبقاش مرضى، اللي هي إزاي أحافظ على القولون بتاعي، إزاي إن أنا أمنع إن أنا يجي لي سرطان قولون. طبعا هي المنع والأمر ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في حاجات أساسية مهمة جدا في النقطة دي. أول حاجة، أنا لازم أحافظ على عدم وجود إمساك عندي. ما ينفعش إن أنا يكون عندي إمساك باستمرار. ما فيش حاجة اسمها أنا طبيعتي ممسك، وإن أنا أقعد بعد 10 أيام ما أعملش تواليت، أو إن أنا أخش الحمام كل 4-5 أيام. ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. لازم أحافظ على إن القولون بتاعي يتم تفريغه على الأقل يوميا بصورة دائمة. ده من خلال ان انا امشي كويس، ده من خلال ان انا اكل الياف كويس، ده من خلال ان انا لو ده ولا ده عامل معايا كده لازم اخد ادويه او اروح الدكتور استشيره في حاجات، ان احنا ناخد حاجات تخلي التويلت بتاعنا لين، اختار الاكل اللي يخليني لين. ممنوع الامساك، من فضلكم ممنوع الامساك. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، ودي نقطه مهمه جدا علشان احافظ على القولون، الاكثار من اكل الالياف. لازم اكل الياف كتير، لازم اكل خضار وطماطم وفاكهه كتير. اللحوم الحمراء ما هياش حاجة عظيمة بالنسبة للقولون، فبالتالي يعني الامتناع، مش الامتناع عنها، تقليلها مش هيعمل أي فايدة. يعني الفايدة بتاعت اللحوم في سن البلوغ لما نكون عايزين الولد أو البنت بتنمو وبتكبروا وكده، وبعد كده بالنسبة للناس الكبار فوق 40 سنة ما فيش داعي أبدا للهجوم على اللحمة، لأن اللحمة الحمراء مهما كانت يعني ما لها، يعني ما فيش فايدة كبيرة فيها. اللحوم الحمراء المصنعة ممنوعة، لان في دراسه طبيه فعلا اثبتت هذا الكلام. يبقى ان انا احافظ على الاكل بتاعي، اعمل رياضه كويس، والنقطه الثالثه والاهميه ان انا ما يبقاش عندي امساك. دول ثلاث نصايح بوجههم لحضراتكم عشان ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا من الاورام، وخصوصا اورام القولون. شكرا لكم.